مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مره ثانيه. يلا نروح للوصفه الثانيه. الوصفه الاولى اللي هي غراتان تاع شوفلي راهو طيب. نروح للوصفه الثانيه اللي هي حلوه بالتمر. شو المسكوت شو بالتمر؟ ولا اروع ولا اروع صدقوني. واش عندكم هنا؟ عندكم 8 حبات بيض هاملك، كاس تاع السكر، كاس كبيره تاع السكر، كاس الكيلو به سكر كيلو به كاس زيت، كاس حليب، عندكم زوج اكياس خميره كيميائيه، مورف كبيره فانيليا، وعندكم شويه تاع التمر اللي تحلوه على زوج وتنحيوا له العظمه هاوليك وتخليوه لاصق كيما راه هاوليك. نعاود لكم، عندكم 8 حبات بيض، كاس تاع السكر، كاس تاع الزيت، كاس تاع حليب، وعندكم زوج اكياس خميره كيميائيه، مورف كبيره فانيليا، وعندكم قدنا كميه تاع التمر راح تكون على حسب السنين ولا راح ديروا فيها الخليط هذا. قلنا التمر تحلوا حبه على زوج وتنحيوا العظمه للداخل، العظم للداخل وتخليوها هكذا لاصق بهذه الطريقه هاوليك. شوفوا بهذه الطريقه. يلا نروحوا لطريقه التحضير. الى عندكم بيتخان حتخلطوا بالبيتخان، لا ما عندكمش رايحين تاخذوا باتر عادي وتطلعوا البيض تاعكم. هنا قلنا عندكم 8 حبات بيض هكذا بهذه الطريقه. هاد الحلوة بنينة بزاف. وهنا إلا كنتو حابين تنقصوا تواسيو نص تاع الكمية تما على حسب السنين، ولكن السنين صغيرة نقصوا ديروا 4 حبات بيض، نص كاس سكر، نص كاس زيت، نص كاس حليب. هكذا نزيدوا كاس تاع السكر ونزيدو كذلك مورف كبيره فانيليا ونطلعوا. شوفوا نطلعوا البيض والسكر كما نواسيو لا جينواز. شوفوا هكذا. يلا نستقبلوا مكالمه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك امل، واش راكي لاباس؟ لاباس غايه كرك. واش راهم ناس وهران؟ الحمد لله كاع مسلمين عليك. الله يسلمك يطول عمرك. كاع غتجي ثلاثه كاع قارعوا في فارس. نعم قلت لك كي تجي ثلاثه كاع قارعوا لك في الدار. لي زيكلير قلت لك مين تجي على ثلاثه كاع قارعوا لك. الله يسلمك الله يسلمك بارك الله فيك. يعطيك الصحه على الوصفات اللي راك تقدمهم لنا. الله يسلمك نشكرك بزاف عليهم. بارك الله فيك. وسيرتو البلا اللي درته دروك تاع الشوفلاغ غراتان. لا سيرتو البلا اللي درته دروك تقدم فيه اها تاع الشوفلاغ يعطيك الصحه. يلا جاي بدلت لنا هكا لي بلا غراتان. بغينا نطلبوك على لي غراتان بزاف. صح صح حاجه خفيفه هكا تبدل لنا. صح بغيت نشكرك على لي بتي فوغ راني جربتهم حزولي ولا اروع. وصفه ناجحه 100% كما قلت لنا. يعطيك الصحه بصحتكم. يعطيك الصحه بزاف. صحتكم بارك الله فيك. بنان بنان والله يعطيك الصحه على الوصفه. وصفه ناجحه. شكرا بارك الله فيك. شكرا لكم. شكرا لك يعطيك الصحه بارك الله فيك. يلا مشاهدنا الكرام قلنا نطلعوا البيض والسكر وناخذوا سنيوه. هاي لك شوفوا سنيوه اللي خديتها انا اللي ندير فيها الخليط. ندهنوها بشويه تاع الزبده وناخذ شوفوا ناخذ هذا التمر نستفوا الجهه اللي على برا نحطها للتحت شوفوا، والجهه الدخلانيه للفوق بهذه الطريقه هكذا حتى تغطيو كامل السنيوه تاعكم بالتمر هكذا. شوفوا هكذا بهذه الطريقه تتكملوا كامل التمر تاعكم. شوفوا هكذا هكذا. نسيت ما قلت لكمش في المقادير عندكم زوج كيسان ونص تاع فارينة دوك تشوفوا. شوفوا هكذا هكذا. وكي تحطوا التمر تاعكم حاولوا انكم تحلوه بهذه الطريقه هكذا. هكذا قلنا تغطيو كامل السنيوه تاعكم بالتمر
وشوفوا جهه قلنا اللي جاي على برا تجي للتحت، وجهه دخلانيه تجي للفوق. هكذا نزيد هنا. حاولوا انكم تغطيوا كامل السنيوه تاعكم بالتمر، باش كي تكونوا تقطعوا هاد الحلوى كامل القطع يجوا فيهم التمر. شوفوا هاد شوفوا هنا، غير تشوفوا البيض والسكر طلعوا، راح نزيدوا قلنا كاس تاع الزيت. هكذا، وتزيدوا كذلك كاس تاع الحليب. شوفوا هكذا، ونزيد نخلي هذا الخليط يزيد يدور شويه. وقلنا راح تستعملوا زوج كيسان ونص تاع فارينه. شوفوا هذه الكيفيه، كي يكون عندكم التمر في الدار ما يحبوش ياكلوه دراري ولا يقعد لك، تقدري ديريه بهذا الحلوى، صدقوني بنينه بزاف بزاف وسهله. شوفوا هكذا، يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمة. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام سيدة نصيرة، واش راكي لاباس؟ لاباس ليدا، لاباس الحمد لله. مرحبا. انا الوفية عليك. كنت نهضر عليك. نعم كنت نحن عندك دائما، كنت نهضر عليك. سمعتك هضرت عليا. مرحبا بك سيدة نصيرة، واش راكي؟ الله يسلمك، الله يسلمك، يعطيك الصحة وشك توالي. الله يسلمك. جربتو هذيك تليت لي جربتو؟ اها. جاني ولا اروع. جا بنين. ايه، وجربت اليوم البطبوط. اها. جاني شباب. الحمد لله، الحمد لله. جاني ولا اروع. بصحتكم، بصحتكم. يسلمك، يسلمك. بارك الله. حبيت ماشي انايا وحدة شافتك، وحدة من شرشال. شافتك ملي كنت في إذاعة تيبازا. سمعتك درت لبندي بندي بيس. بندي بي ايه. اها. صافي عندك بزاف اللي واسيتو وحبت المقادير ديالو. ما عليك، وتعاودتو في الو فارس. ايه انا ما سمعتوش. ما عليه، ما كاش مشكل. وهي حبيت بحسب قالت لي ولا حكمتي قولي له عليه. ما كاش مشكل. هذا ما كان بندي بيس بار. يعطيك الصحة. الله يسلمك، يطول عمرك، بارك الله فيك. يسلمك صحة. شكرا شكرا شكرا. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، دونك هنا نحبس. شوفوا هنا راح نوسيو دوكا زوج كيسان ونص تاع فارينة. شوفوا انا كيت بهذا الكاس هاوليك. قلنا زوج كيسان ونص، من الاحسن انكم تسيروها باش ما تتحببش. شوفوا هذا الكاس الاولاني، نحط فيه زوج اكياس خميره كيميائيه. هكذا بهذه الطريقه، ونزيد ندور البيتخان تاعي دوره ولا زوج ونحيه. شوفوا معايا هذا الكاس الاولاني، نزيدو كاس ثاني قلنا اونس. هذا الثاني، ونزيدو
ونزيدو نص كاس. يلا نزيدو نستقبلو مكالمة. سيدة مازي، السلام عليكم. مرحبا بك. السلام الرحمن الإكرام. الله يسلمك. واش راهم ناس الصيف لاباس؟ الو، تقطعت المكالمة، معليش. إن شاء الله السيدة مازي تعاود الاتصال. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، دونك هنا نعاود نرجع، زيد نخلي باش هاد الفرينة تدور مليح في الخليط ونحيوه، ويكون المسكوتشو تاعنا هذا واجد. شوفوا معايا هكذا. يلا سيدة مازي، السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. شوف فارس، معك مازي من الشطية. مرحبا بك سيدة مازي، لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش راكم نتوما لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. بغيت نقول لك بارك الله وفيك على لي زيك اللي غدرتهم لنا على ربعة، خرجوا ولا أرواح. يلا بصحتكم بصحتكم. هاش مي درت لي بيني هذوك اللي نقلوهم في الفاتيكوي صاله شكل ورده، خرجوا ولا ارواح، ولا جينوا ثاني خليتها باتت، والجمعه صحيتها خرجت لي ولا ارواح. الحمد لله الحمد لله. الله يسلمك يطول عمرك. ربي يخليك ان شاء الله. شكرا ليكي. بارك الله فيك. شكرا سيده مازي، شكرا لك. ربي يخليك. يعطيك الصحه. مازالني فارس، مازالني نستنى في النفس وفيك على فوقك ولا قريب لك. ما عليه، ما يكون لا خاطرك. ان شاء الله خويا. الله يسلمك. كان عيطت لك البارح، قعدت نستنى ومن بعد تفكرت ما على باليش. معليش، ما كاينش مشكل. يعطيك الصحة، مع السلامة، شكرا لك، شكرا. شوفوا مشاهدينا الكرام، هاوليك الخليط تاعنا راهو واجد. راح نحطو مباشرة فوق التمر. هكذا نغطيو كامل التمر هذا بهاد العجينة اللي وجدناها. شوفوا هكذا. دونك هنا ندخلوه للفرن، قلنا على درجة حرارة 180 درجة مدة 25 دقيقة يكون واجد. هكذا شوفوا هنا نخبطوا شوية هاد السنوة تاعنا هذا باش الهبط الهبط للتحت. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمة. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك سيدتي. لاباس؟ الحمد لله. صحتك لاباس؟ شكرا وليدي على هذه الكيفيات اللي دير فيهم. الله يسلمك سيدتي، بارك الله فيك. شوف وليدي، عندي شويه خروب، حقا وليدي تجيب به الشوكولا. خروب؟ خروب، ايه. وليدي تجيب به الشوكولا، ماذا بك؟ ماذا بك؟ تعطيني لا روسيت. ما عليه، ما يكون لا خاطرك. الله يسلمك، بارك الله فيك. ما كاش ربي يعيشك ان شاء الله. شكرا لك سيدتي، شكرا، يعطيك الصحة، شكرا. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، قلنا ندخلوها الفرن على درجه حراره 180 درجه مده 25 دقيقه. راح تشوفوها الحجم تاعو هذا الكاطو، راه الحجم تاعو راح يزيد يطلع، يعني راح يزيد يطلع لانه فيه زوج خميره كيميائيه وراح ياخذ اللون الذهبي. من بعد ما تخرجوه شوفوا خليه واحد زوج دقائق ولا ثلاثه تما يعرق شويه برك، رايحين بالموس تنحيو هاد لي كوتي وتقلبوه باش ما يلصق لكمش، لانه اللي راه من تحت هو اللي يولي الوتش، يولي من الفوق تما الوتش تاعو يولي التمر يولي من الفوق، صدقوني ولا اروع. من بعد راح نزينو بشويه تاع سكر كلاص ولا الشيء اللي يكون عندكم وتقطعوه بالشكل اللي حبيتوه نتوما وتقدموه، صدقوني بنين بزاف بزاف بزاف. يلا نزيدو نستقبلو مكالمه. الو الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فارس، مرحبا بكم. رامي، واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله خويا، انت راك مليح؟ والله الحمد لله. واش راهم الناس تيزي وزو لاباس؟ خويا على كل الوصفات اللي راك ديرهم. الله يسلمك يطول عمرك. يعني ما شاء الله، وانا نعرفك ملي كنت في الصباحيات من هذاك الوقت وانا نتبع فيك. الله يسلمك يطول عمرك. والله العظيم، وسا ماغيف هكذا دو طون طون دير لي غوسيت ديالك.
الله يسلمك يطول عمرك. صافي انا عيط لك على بوغي شوز. تفضلي. عندي واحد ليفغ دو غيسيت تري انسيان. بابا الله يرحمه ويرحم لي مولاتي الله يرحمهم شراولها في لي زاني 80. دونك انا سي ان ليفغ سي ان شي دوفر يعني من التراث تاعنا جوغي ايمي لو كان نبعثه لك. كاين دي غوسيت فيه يعني ما شاء الله الواحد لو كان يعاود يولي لي غوسيت دياولو تاع زمان. ما كاش مشكل. دونك مش سي با انا كومون فيغ باش مرحبا بك قعدي مع مريم وتاخذ منك الرقم الهاتف ومن بعد نقعدوا على الاتصال ما كاش مشكل. باسكو سي دي غوسيت يعني الواحد ما لازمش يضيعهم. هادو من الوصفات اللي نحبسوا عليهم هكذا باش نعاودوا نوليو للزمن الجميل. فوال هو سي تان ليفغ تاع قلت لك بابا الله يرحمه راهو لها في لي زاني 80 بصح لي غوسيت تاع زمان. الله يبارك الله يبارك ما كاش مشكل. فوالا دونك ما كاش مشكل. انا فهم في بليزير كي يجي لعندك وانت على بالي بلي تعرف كيفاش توصل يعني هذا الشيء. الله يسلمك تعيش يطول عمرك بارك الله فيك. يسجدك خويا شكرا سيدي. يسجدك بور تو سكو وفات يعني كوم ترافاي. الله يسلمك. انا نقول لك توب اي وزات تري فور. ميرسي يعطيك الصحة شكرا لك. يعطيك الصحة شكرا شكرا لك. يلا مشاهدة الكرام راح ندخل هذه الحلوة قلنا على درجة حرارة 180 درجة مدة 25 دقيقة قلنا الفوليوم تاعها ولا الحجم تاعها راح يزيد وتاخذ اللون الذهبي تنشف من الداخل قلنا من بعد خليوها واحد زوج دقائق حاولوا بالموس منها تنحيوا برك هذا لي كوتي وتقلبوا تقلبوا هذه الحلوه الجهه التحتانيه هي اللي تولي الوجه تاع هذه الحلوه. يلا مشاهدنا الكرام نروحوا فاصل قصير نعاود نوليو راح نشوفوا الحلوه تاعنا والكراتان تاعنا حاضرين وجاهزين امامكم خليكم بعد الفاصل. مشاهدنا الكرام كما راكم تشوفوا الوصفات تاع نهار اليوم راهم حاضرين وجاهزين امامكم. الوصفه الاولى كانت عباره عن غراتان يكون درناه بالشوفليغ هاوليك امامكم قلنا بعد ما تشوفوا هذاك الجبن يذوب وياخذ اللون الذهبي تخرجوه تخليوه يبرد شويه وتقدموه صدقوني بنين بزاف 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 ما تندموش لو كان يعني تجربوه. والوصفه الاولى اللي كانت الثانيه عفوا اللي كانت عباره عن حلوه بالتمر هاي اللي امامكم قلنا زينها بشويه تاع سكر كلاص من فوق سكر ناعم ونقطعوها مربعات مستطيل كما تحبوا نتوما وتقدموه كذلك صدقوني حلوه ولا اروع. يلا مشاهدنا الكرام ان شاء الله تكونوا خديتوا المقادير وطريقه التحضير تاع هذه الوصفات ان شاء الله تجربوهم وتنجحوا فيهم يعجبوكم ان شاء الله. قبل ما نروحوا لنهايه هذه الحصه عندي بعض الاهداءات سيده ديف سيده ديف ليلى اللي يقول لها عيد ميلاد سعيد وعمر مديد عقبال 100 سنه سيدتي طول العمر ان شاء الله وكذلك بنتها ساميه اللي تهنيها بعيد ميلادها بمناسبه عيد ميلادها كذلك محمد وليدها يقول لها يما صحة عيدك وكل عام وانت بخير وكذلك بنات بنتها أمال ودنيا اللي يتمنوا لها عيد ميلاد سعيد سيدتي عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بخير وكذلك عيد ميلاد سعيد البنت خونا وصديقنا وزميلنا سليم فايزة اللي قفت 8 سنوات فايزة عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بخير وكذلك تحية كبيرة للسيدة السايح وسيدة بالخاتير اللي تتمنى لإمها الحجة بالخاتير شفاء العاجل إن شاء الله وطولة العمر بإذن الله وتحية لوليدها بالخاتير سفيان اللي عايش في الغربة نقول له إن شاء الله يكون بخير وعلى خير. مشاهدينا الكرام شكرا على حسن الإصغاء وشكرا لأنكم أوفياء لهذا البرنامج ألو فارس راح نتلقى بكم غدا إن شاء الله بإذن الله نفس التوقيت نفس القناة بإذن الله بزوج وصفات اللي تحبهم أنتم من هذاك الوقت تهلاو في وحدكم وتهلاو بصحتكم سلام.